مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الأخبارية المحلية من أنباء وتحليلات. والبداية من التقرير الذي أعده موقع الموقع بوست بخصوص متاجرة ميليشيا الحوثي بالرهائن. وقال الموقع: عمليات الاختطاف للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن تحولت إلى باب جديد من أبواب الابتزاز السياسي والمادي الذي تمارسه الميليشيا منذ انقلابها على الحكم في اليمن أواخر عام 2014. ووفقا للموقع، فإن سلطنة عمان قادت منذ ذلك الحين 12 عملية وساطة نجحت من خلالها في الإفراج عن 15 أجنبيا، بينهم 12 من جنسيات غربية، من بين هؤلاء 9 أمريكيين. وتشير الأحداث إلى أن الأمريكيين هم أكثر الجنسيات الغربية التي تعرضت لعمليات خطف منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على صنعاء، ونجحت سلطنة عمان في التوسط والإفراج عنهم لاحقا. وتسعى ميليشيا الحوثي من وراء عمليات الاختطاف وفقا لمختصين استطلاع للموقع بوست، أراءهم إلى أن الحصول على مكاسب سياسية لدى الجانب الأمريكي بالذات. وينقل الموقع عن أحد المحامين قوله أن ميليشيات الحوثي استغلت اختطاف الأمريكيين في ابتزاز الإدارة الأمريكية والتقرب إليها. انتقلت الاعتداءات التي يتعرض لها الأكاديميون من جامعة صنعاء إلى جامعة إب، حيث عنون موقع المصدر أونلاين: أكاديميان في جامعة إب يتعرضان للاعتداء من مسلح حوثي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالرواتب. وبحسب مصادر في الجامعة، فقد قام مسلح حوثي بتوجيه الشتائم إلى 2 من الأساتذة العاملين في الجامعة، وهددهما أمام الطلبة قبل أن يمد يده لنزع الشارات الحمراء التي كان يعلقانها احتجاجا على عدم صرف مرتبات العاملين في الجامعة منذ شهر سبتمبر الماضي. ويضيف الموقع: كان أساتذة الجامعة في إب قد أعلنوا بدأ الفعاليات الاحتجاجية بتعليق الشارات الحمراء في كليتي الآداب والزراعة، ما دفع المسلحين الحوثيين المتواجدين في حرم الجامعة لتهديدهم واتهام كل من يطالب براتبه بأنه من مناصري العدوان. في الأسبوع الماضي سلم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل رد الشيخ أحمد لطرفي الحرب في اليمن خريطة الطريق المقترحة لأجل السلام، والتي هي ثمرة شهور من المفاوضات بين الأطراف اليمنية جرت تحت رعاية الأمم المتحدة خلال السنة الماضية. هذا ما افتتح به السفير البريطاني في اليمن إدموند براون مقاله الذي تم تداوله في أكثر من موقع. وقال السفير: بالطبع خارطة الطريق هذه ليست النسخة النهائية من الاتفاق، بل هي أداة تهدف إلى جسر الفجوة بين الأطراف، وكلا الطرفين بحاجة للتواصل البناء مع مبعوث الأمم المتحدة للتفاوض بشأن التفاصيل والتوصل لتسوية. ما من صراع يسوى بسهولة، وكافة الأطراف بحاجة لتقديم تنازلات صعبة، لكن عليهم أن يفعلوا ذلك لأجل كافة اليمنيين. تستند خارطة الطريق إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وهو الإطار المتفق عليه دولياً للتوصل إلى حل بالتفاوض. وهذا القرار لم يكن الهدف منه أبداً إعفاء حكومة الرئيس هادي من مسؤوليتها في التفاوض أو النص على استسلام طرف للطرف الآخر. تشير بنود خارطة الطريق إلى انسحاب ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح من المناطق التي احتلوها، بما فيها العاصمة صنعاء ومدينتا تعز والحديدة، كما أن المطلوب منهم تسليم أسلحتهم الثقيلة. الانتقال السياسي لن يتحقق إلا إذا التزم الحوثيون والقوات الموالية لصالح بالتدابير الأمنية، وأبدوا استعدادهم للتفاوض على تدابير حقيقية ويمكن التحقق من تطبيقها للانسحاب ونزع الأسلحة في سياق الاتفاق. فجهود فرض حكومة بقوة السلاح لن تؤدي سوى لصراع لا نهاية له. القرار الحقيقي يكمن في أيدي الأطراف اليمنية في الصراع. إن القائمة الطويلة من المطالبات التي قدمتها ميليشيا الحوثيين والموالون لصالح، إضافة لكل التنازلات التي عرضت عليهم في خارطة الطريق، غير مقبولة بتاتا.
لنكن واضحين، هذا ليس تواصلا بناء مع المبعوث الخاص، بل هو محاولة من الحوثيين والموالين لصالح لإخراج العملية التي ترعاها الأمم المتحدة عن مسارها وإذلال كل من يعارضهم. حملت مؤسسة المصدر للإعلام سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن سلامة يوسف عجلان المختطف منذ شهر أكتوبر الماضي لدى ميليشيات الحوثي. ووفقا لموقع الاشتراك نت، فقد طالبت مؤسسة المصدر في بلاغ صحفي صادر عنها بالإفراج الفوري عن عجلان الذي قالت إنه اختطف من أمام منزله بالعاصمة صنعاء. وطالب البلاغ النقابات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة إلى التضامن مع عجلان وكافة الزملاء الصحفيين المختطفين والمغيبين في سجون الانقلابيين في صنعاء والضغط من أجل الإفراج عنهم. ارتفاع عدد الأسر النازحة بالعاصمة المؤقتة عدن جراء الحرب التي تشنها القوات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح على محافظة تعز إلى أكثر من 3000 أسرة وفقا لنتائج المسح الذي قام به فريق تابع لائتلاف تعز، وبسبب ما تفرضه الميليشيا الانقلابية من حصار جائر على مدينة تعز منذ أكثر من عام وسبعة أشهر، والقصف المدفعي والصاروخي المكثف الذي دمر كل مقومات الحياة في عدد من مديريات محافظة تعز. وينقل موقع عدن تايم ما تناقلته وسائل إعلامية عن سعيد العامري مدير ائتلاف تعز للإغاثة الإنسانية بعدن، والذي قال إن التقارير تشير إلى زيادة عدد الأسر النازحة من مناطق الحرب في تعز بمديريات محافظة عدن، إذ تشير التقارير الأولية إلى وجود نحو مئات الأسر النازحة بمديرية البريقة ومديرية دار سعد وفي الشيخ عثمان والمنصورة وخور مكسر والتواهي. وناشد مدير ائتلاف الإغاثة كافة الدول والمنظمات والجهات الداعمة إلى سرعة تقديم الدعم والمساعدة للنازحين الذين هم في تزايد مستمر، خصوصا مع استمرار تمادي الانقلابيين في قصف أحياء ومناطق مدينة تعز والعديد من المديريات كالصلو وصبر وحيفان. جامعة صنعاء عندما تثور تحت هذا العنوان، كتب البرلماني عيدروس النقيب ما قاله المنشور في الوحدوي نت. أتحدث عن جامعة صنعاء التي تشرفت بالتعرف على العشرات من أساتذتها الرائعين والمئات من طلابها المتطلعين لمستقبل أجمل. هذه الجامعة لم يستطع نظام المخلوع تطويعها وتركيع قيادتها النقابية رغم كثرة المخبرين ومنتجي الدسائس بين صفوف أساتذتها. بعد انقلابهم وسيطرتهم العسكرية على كل شيء، بسط الانقلابيون على الجامعة كواحدة من المرافق الهامة في صنعاء، وجرى تعيين إدارات على الجامعة ما أنزل الله بها من سلطان، وكثف الانقلابيون حضورهم الأمني الذي لم يكن غائبا في عصر مخلوع كما لم يختفي حتى بعد ثورة الشباب التي كان لأساتذة وطلاب الجامعة فيها دور ريادي. لكن صبر كوادر الجامعة على كل هذا العبث نفد، وانفجر الكبت غضبا في وجه السياسات الانقلابية التدميرية. أثناء الثورة الشبابية السلمية كان نخبة من أساتذة جامعة صنعاء يقودون الفعاليات الاحتجاجية ويقودون المسيرات ويرسمون خطوات الكثير من الفعاليات، كما لعب المنتدى الأكاديمي في ساحة التغيير دورا كبيرا في حملة التنوير بمعاني وأبعاد الثورة. وها هم اليوم أساتذة الجامعة وطلابها كما كانوا بالأمس يكسرون جدار الصمت ويعلنون رفضهم للسياسات الانقلابية التي دمرت كل شيء وخطفت كل شيء حتى وصلت إلى لقمة الخبز التي اغتصبتها العصابات الانقلابية من أفواه الأطفال. ونقرأ أحد عناوين موقع يمن مونيتور، والذي قال فيه قيادات حوثية تنتقل إلى الحديدة كعاصمة شتوية هربا من موجة البرد في صنعاء. وقالت مصادر محلية أن العشرات من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي تتواجد في محافظة الحديدة غربي اليمن منذ أكثر من أسبوع. وذكرت المصادر ليمن مونيتور أن شوارع مدينة الحديدة تشهد انتشارا أمنيا مكثفا وازدحاما غير مسبوق بالمواكب العسكرية لقيادات حوثية قدمت على ما يبدو لقضاء إجازة في العاصمة الشتوية التي تتمتع بطقس معتدل جراء موجة الصقيع القارس الذي تضرب صنعاء والذي يضرب صنعاء وهبوط درجات الحرارة إلى درجة مئوية واحدة.
ووفقا للمصادر فإن قيادات حوثية قامت خلال الأيام الماضية بزيارة مقرات حكومية ومؤسسات، في إشارة إلى أن زيارتهم للمدينة تأتي في إطار مهمة رسمية. قالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن ما يسمى بمجلس القائمين بأعمال الوزراء عقد اجتماعا له في محافظة الحديدة. استمرارا في تضييقها على الحركة الاقتصادية ورجال الأعمال، قال موقع الوحدوي نت إن نافذين حوثيين يبتزون أصحاب المحال التجارية والعقارات بصنعاء بمبالغ مالية وبمسميات مختلفة. وقال الموقع انتشرت في العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية عصابات تدعي تبعيتها لمرافق حكومية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب، تقوم بفرض إتاوات على أصحاب المحال التجارية ومالكي العقارات وإجبارهم بالقوة على دفع الأموال بمسميات مختلفة ومتنوعة. وذكر شهود عيان للوحدوي نت أن عناصر مسلحة من جماعة الحوثي بمعية أشخاص يدعون أنهم من مصلحة الضرائب والبلدية يقومون بحملات على التجار وأصحاب المحلات ويفرضون عليهم رسوما بالقوة ويهددون من يرفض بالاعتقال وإيداعه السجن وإلصاق تهمة أو تهم مختلفة بهم. ويتابع الموقع عددا من التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم التجارية لعدم قدرتهم على دفع هذه الأموال. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لصحيفة العرب الجديد إن الحكومة انتهت أمس مضطرة من عملية بيع جديدة للدولار الأمريكي، وذلك للحصول على عملة محلية تتمكن من خلالها شراء الريال اليمني لدفع الرواتب في المحافظات المحررة أو تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وقال رئيس الحكومة إن أزمة الرواتب ستنتهي قبل نهاية العام الجاري. وأضاف بن دغر أن عملية البيع في البنك الأهلي جرت في مزاد علني وبحضور الشركات التي طلبت الدخول في المزاد وبإشراف وقيادة مختصين من البنكين الأهلي والمركزي وبشفافية ومهنية عالية، وأن هذا يأتي في الوقت الذي يستمر الحوثيون فيه بالسيطرة على فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة. وأحد قوله فإن الحوثيين يخزنون في فرعي البنكين بالحديدة وصنعاء مئات المليارات من الريالات اليمنية والتي لا يعرف مصيرها بعد، فيما يحرم الأهالي هناك من عدم استلام المرتبات ويعانون كثيرا. ويتابع من دغر قوله إن الحكومة تبذل جهدا مضاعفا في إنجاز الترتيبات المالية والمصرفية والطباعية لتوفير السيولة النقدية لتتمكن من صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفي كل المحافظات من دون استثناء. وأكد من دغر أن أزمة الرواتب والأجور ستنتهي كليا مع نهاية هذا العام ولن تتكرر الأزمة من جديد. صحيفة الحياة اللندنية وصفت جهود وزير الخارجية الأمريكي في الملف اليمني بأنها وساطة أخيرة لكيري مع الحوثيين. وفي التفاصيل، وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مسقط في زيارة وصفت بالغامضة. وتتابع الصحيفة تعتبر زيارة كيري هذه الأخيرة إلى المنطقة في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية قبل تولي إدارة دونالد ترامب السلطة في يناير المقبل. وتضيف الصحيفة أيضا صحيفة الحياة، يعد لقاء الحوثيين مع وزير الخارجية الأمريكي مستغربا فيما يواصلون ترديد عبارات الموت لأمريكا في تظاهراتهم وخطبهم، إضافة إلى استهداف مدمرة USS ماسون الأمريكية بصواريخ أطلقت من مناطق يسيطرون عليها. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد وصفت المباحثات المرتقبة مع الحوثيين بأنها لعب في الوقت الضائع، ونقلت الصحيفة عن من أسمته بمسؤول يمني بارز قوله إن مساعي كيري بخصوص الأزمة في اليمن تأتي في الوقت الضائع. وقالت الصحيفة تأتي زيارة كيري
في إطار مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الشهر المقبل باراك أوباما مساعيها لتسوية سياسية في اليمن قبل رحيل أوباما عن سدة الرئاسة في 20 يناير المقبل. من جهته قال ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني إن كيري لن يأتي بجديد، وفي اعتقادي أن الجميع يجب أن يستوعب أن القضية اليمنية يجب أن لا ترتبط بابتزاز هذه العصابات للرهائن الأمريكيين التي لديهم. وقال مكاوي هناك انقلاب يجب أن ينتهي ولا مجال للمساومات في هذا الشأن على القرارات الدولية والمبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتداول البريطانيون هنا في موضوع آخر نكتة بعد الاستفتاء الذي صوتوا فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تقول مع التوقيت الشتوي على البريطانيين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 60 دقيقة ما عدا الذين صوتوا في بريكزيت، لأن ساعتهم عادت طبيعيا 30 عاما إلى الوراء. هذا ما بدأت به صحيفة القدس العربي افتتاحيتها، وتقول القدس: المراقب لما يحصل في العالم حاليا لا يمكن أن يعتبر هذه الفكرة طرفة، فهناك مؤشرات كثيرة تدل على نزوع عالمي عارم للعودة بعقارب ساعة التاريخ إلى الوراء. ينطبق هذا طبعا على ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية من حدث انتخاب دونالد ترامب رئيسا تحت شعار أساسي في حملته الانتخابية هو إعادة أمريكا عظيمة، وهو شعار يحيل إلى ماض فهمه الناخبون بطرق مختلفة. في الجهة الأخرى من العالم نجد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين يحاول محفوفا برعاية الكنيسة الأرثوذكسية إعادة الإمبراطورية الروسية التي تفككت أعمدتها مع سقوط الاتحاد السوفيتي. تستعيد المنطقة العربية بدورها، ولكن من موقع المظلومية والتهميش والتكسر والدوران في فلك المصالح الأجنبية. هذه العودة الماضوية من خلال تيارين كبيرين، الأول يمثله تنظيم الدولة الإسلامية ونظائره غير المشعة، والذي يرتكز خطابه الافتراضي على استعادة زمن الخلفاء الأوائل، والتيار الثاني تمثله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق ولبنان واليمن، وهي تستعيد بدورها معركة أبدية يكون فيها شركاء الوطن أحفاد يزيد بن معاوية الذين يجب الانتقام منهم والقضاء عليهم. يعبر تفشي هذه الارتدادات التاريخية المحمومة عن أزمة بنيوية عالمية غير مسبوقة تجد الإنسانية فيها نفسها أمام ثقب أسود كبير يلتهم أحلامها السابقة عن سلام يحل في العالم بعد حروب أفنت عشرات الملايين، وحضارة وصل تقدمها إلى درجة صارت قادرة فيها على تهديد الكوكب الذي تعيش عليه بالفناء، سواء بتلويثها البيئة أو بأسلحتها للتدمير الشامل. ولعل أسوأ ما في الأمر أن المتحمسين هؤلاء لإعادة عقارب الساعة مئات أو آلاف السنين لا يرون من الهوة التي توشك على ابتلاء الجميع سوى أعدائهم. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: التحالف العربي يحبط محاولة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين. وقالت الصحيفة إن سلاح الجو التابع لدول التحالف العربي تمكن من ضبط زورقين يحملان أسلحة قادمة من المياه الإقليمية الإيرانية في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأفاد مصدر في المقاومة الشعبية بمحافظة الحديدة في بيان وزعه المركز الإعلامي التابع للجيش الوطني أن مروحيات التحالف أجبرت الزورقين على التوقف قبل دخولهما الميناء وأرغمتهما على تغيير مسارهما إلى نقطة معينة، مضيفا أنه تم إخضاعهما للتفتيش ليتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصال الحديثة. ونقرأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية: إطلاق حملة أعينوهم قبل أن تفقدوهم لإنقاذ الحديدة. وقالت الاتحاد إن عددا من المؤسسات الإنسانية والخيرية في اليمن تواصل تنفيذ حملات إغاثية لأهالي محافظة الحديدة التي تعيش أوضاعا مأساوية جراء سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية وحليفها المخلوع صالح. وأطلقت مؤسسة نهضة إنسان للتنمية في حضرموت حملة إغاثية تحت شعار أعينوهم قبل أن تفقدوهم للتضامن مع المنكوبين في محافظة الحديدة. وأفاد مدير المؤسسة هاشم الحامد بأن الحملة تأتي تضامنا مع المحافظة المنكوبة والتي تعيش أوضاعا مأساوية صعبة، مضيفا أنه سيتم
تسير قافلة أو قافلة مساعدات غذائية للحديدة لرفع معاناة الأهالي من المجاعة التي بدأت تجتاح بعض مناطق المحافظة. حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فإن القمر العملاق يطلق على القمر عندما يكون في مرحلة البدر المكتمل، وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض، وقد تابع الناس حول العالم هذه الظاهرة ووثقوا العديد من الصور التي نشرت في الشرق الأوسط. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله ورعايته. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.